معانا على التليفون الدكتور يسري عبد الله، استاذ النقد الادبي بجامعه حلوان. اهلا بك يا دكتور يسري. اهلا يا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله حبيبي. لن اقوم بمقدمه طويله في السؤال، لكن كل اللي هقدر اقوله عبد الرحمن منيف. نعم. طبعا اليوم في الحقيقه جوجل يعني محرك البحث الاشهر صنع شيئا فارقا للغايه، انحمل صوره عبد الرحمن منيف، وفي هذا في الحقيقه رمزيه داله على احتفاء جوجل بفكره الحريه وليس فقط الحريه، ولكن ايضا الاحتفاء بواحد من ابرز ليس فقط الروائيين العرب، ولكن ايضا واحد من ابرز الروائيين في العالم، لان صحيح. عبد الرحمن منيف هناك عدد من النقاد الاوروبيين تعاملوا مع منجزي الروائي باعتباره من الكتاب الفارقين على مستوى الكتابه العالميه وليس على مستوى الكتابه العربيه فقط، خاصه ان ترجمات منيف بالمناسبه تجاوزت الاكثر من 20 لغه حيه، فهو مترجم على نطاقات واسعه، وهو مقروء بالمناسبه، وهذه المقروءيه الشديده لعبد الرحمن منيف تعود الى اسباب عديده، منها ما طرحته في مقدمتك المهمه في الحقيقه حول هذا الكاتب الكبير، وهو هذا اننا امام كاتب اشكالي بامتياز، يعني حياه اشكاليه لا تخلو من الدراما، كاتب مرتحل ابن المنفى، ما أشرت إليه من فكرة الميلاد والموت، يعني الذي ينتمي إلى شبه الجزيرة العربية وتعود جذوره العائلية إلى هذا المكان، وولد في الأردن وتوفي في دمشق وارتحل إلى العراق وإلى مصر وسافر إلى بلدان أوروبية أيضا. صحيح. إذن أنت أمام كاتب كما أشرت، هذا الارتحال بالمناسبة الذي أسمي أنا بالارتحال القلق، هذا الارتحال القلق هو جزء من كتابة عبد الرحمن منيف أيضا. عبد الرحمن منيف هناك أعمال مركزية في إنجازه الإبداعي، وهناك تيمات أساسية في هذا المنجز الروائي الذي نشير إليه. هناك أعمال مركزية من قبيل مدن الملح بالطبع، شرق المتوسط، أرض السواد، هذه الأعمال أعمال مركزية، وهي التي يعني ربما كانت جزءا من صناعة أسطورة عبد الرحمن منيف الروائي. وهناك تيمات أساسية أو ما يمكن أن نطلق عليه القواسم المشتركة بين هذه الأعمال جميعها، هذه القواسم المشتركة تتمثل في ما يسمى بجدل السياسي والفني، أو ما أسميه أنا أيضا بجدل الأيديولوجي والجمالي. يعني هناك مساحات من الجدل الخلاق ما بين السياسة والفن في أعمال عبد الرحمن منيف طبعا، ومقاربات جمالية لتحولات المجتمعات العربية خاصة المجتمعات النفطية وتحولات الثروة والنفط وما أحدثته من صيغ مستحدثة وجديدة وتحولات راديكالية في البنية الاجتماعية أو البنية المجتمعية لهذه المجتمعات، وربما كان هذا هو جوهر رواياته أو خماسياته مدن الملح بأجزائها الخمسة بدءا من الجزء الأول التيه ووصولا إلى بادية الظلمات، وهي طبعا من عيون الأدب العربي في الحقيقة، وهي طبعا هي كانت نصا جرى إشكالات عديدة على عبد الرحمن منيف كما تعلم. صحيح. وهناك ايضا روايته الشهيره شرق المتوسط، وهذه الروايه تعج بهذا المنحى الذي اشرت اليه من فكره الجدل السياسي والجمالي وفكره، وهي بالمناسبه كانت من الروايات التي المؤسسه لما عرف بادب السجون، وهناك بالمناسبه عمل اخر يعد تنويعه على متن هذه الرواية شرق المتوسط، وأعني به الآن وهنا شرق المتوسط، وشرق المتوسط تحيلك على بطل إشكالي أيضا، وبطل إشكالي بمعنى أنه
يعني هو لو قدمه هو ليس سلبيا وليس ايجابيا، لانه تعرض لمآزق عديده في حياته وتعرض للسجن والنفي، والروايه بتنهض تستخدم تكنيكات عديده من بينها الفلاش باك، وعبر هذا البطل المركزي في الروايه رجب اسماعيل واستعادت سيرته المؤرقه له والمؤرقه ايضا لهذا المتلقي الذي يتماس مع هذه الكتابه. صحيح. ايضا هناك روايه ارض السواد لعبد الرحمن منيف، وهي روايه مهمه جدا في الحقيقه، وربما لم يعني يعني لم تنل نفس الحظ الذي نالته مدن الملح وشرق المتوسط، وهي جداريه لتاريخ العراق يعني، ويعني اذا كانت مدن الملح تشير طبعا مدن الملح بالمناسبه وهو يشير الى تحولات الثروه والنفط، هو يتحدث يعني هو حاول ان يصنع مقاربة فنية عن طريق خلق مكان تخيلي، لكن طبعا رمزية المكان واضحة في النص. أرض السواد رواية هي عبارة تستطيع أن تتعامل معها بوصفها جدارية لتاريخ العراق في القرن 19 وانعكاسات الأحداث العالمية على هذا المكان. طبعا العراق من الأمكنة الثرية في الكتاب، وليس طبعا طبعاً جدا يعني. ليس فقط على مستوى طبعا مستوى الحضاري، العراق طبعا من الحضارات الراسخه في طبعاً في المنطقه في العالم، لكن الفكره هنا كانت في كما اشرت محاوله التعامل مع تاريخ هذا المكان المغوي في القرن 19، وهذه التجليات لبعض الاحداث العالميه والمفصليه في تاريخ العالم على هذا المكان، مثل مثلا اشارته يعني الافتتاحيه الى خروج نابليون من مصر، ويعني خروج الحمله الفرنسيه في العام 1801. تركيبه عبد الرحمن منيف اصلها كانت تركيبه الحقيقه شديده الثراء يعني، عبد الرحمن منيف لانه يعني تستطيع اذا مددت الخيط على استقامته أن تتعامل معه بوصفه في الحقيقة وجها مختلفا ومغايرا ومميزا جدا لهذا الكاتب. وأنا أعني هذه الكتب ذات المسحة الإنسانية والفنية اللافتة. هي تركيبته يا دكتور يسري كانت لازم تطلع لنا هذا الانتاج الفكري يعني. أولا خليني أشكر دكتور يسري عبد الله أستاذ النقد الأدبي بجامعة حلوان.